السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة الصفا للعضو العطور. لا أول مرة بتشرفني، يسعدني جدا اللي أنت تنضم إلينا وكمان تفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا عن العطور ومراجعتنا للعطور. طبعا ما تنساش كمان تعمل لايك، اللايك طبعا بيحسن ظهور الفيديو لعدد كبير جدا من الناس تقدر تستفاد، وكمان لو تكرمت كمان ممكن تعمل شير للفيديو طبعا لو استفدت منه. النهاردة هنتكلم على عطر مهم جدا ومميز جدا من إبراهيم القرشي، طبعا مسك باودر. مسك باودر محبب جدا جدا للناس طبعا اللي حابة ريحة النظافة، ريحة النظافة ممزوجة بنوتة عطرية مميزة هنتكلم عنها النهاردة، ونعرف النوتة العطرية تكوينها ايه وليس فقط كاسم العطر اللي هو الباودر. طبعا هو الأسماء بتختلف كمان عن النوتة العطرية المكونة ليه، وده شيء مهم جدا برضو ان احنا نلفت انتباهك ليه عشان ما تشتريش بناء على فقط الاسم، يعني مسك باودر او خشب العود او الصندل او كده، لان شركات كتيرة جدا بدأت ان هي تتطور، يعني بتعمل نوتة عطرية كاملة مكونة طبعا من 6 عطور او 7 عطور او 10 عطور، مقدمة العطر وطبعا وسط العطر والقاعدة العطرية، فده شيء مهم جدا ان انت تعرفه. النهارده هنتكلم على المسك باودر ونعرف مكوناته ايه. خلونا نشوف مكوناته ونستفاد ونشوف العطر بيكون مناسب بالنسبه لنا ولا لا. في البدايه خليني اكلمك على الياسمين، مقدمه العطر، واليالنج يالنج، والروز. والحقيقه ان المكونات بتاعت مقدمه العطر هنا تديك انجذاب كبير جدا للعطر وخليك تستخدمه بشكل اساسي والعطر يكون مناسب بالنسبه لك. الياسمين يا جماعة مهم جدا جدا في العطور، واتكلمنا عنه كمان وعن أهمية الياسمين. كمان في هنا زهرة مميزة جدا اسمها اليالنج يالنج. اليالنج يالنج طبعا بتزرع مساحات كبيرة جدا في أندونيسيا وفي ماليزيا. الحقيقة هي زهرة أنثوية، زهرة كمان من الشكل بتاعها تحس بالهدوء وطبعا النعومة فيها، هي زهرة ناعمة، زهرة مميزة. إضافة إلى الياسمين فواحة، زهرة كمان زهور الياسمين أو عجينة الياسمين كما تستخرج. طبعا الياسمين مهم جدا كمان دخوله في الزيوت العطرية، بس المهم اللي يحصل عليه عجينة الياسمين. والحقيقة برضو معلومة على السريع إن مصر من أوائل الدول اللي بتستخرج منها الياسمين، طبعا منافسة كبيرة جدا مع الهند، لكن كمان مصممين العطور بيفضلوا الياسمين طبعا بالنسبة لمصر، يعني مهم جدا يعني طبعا لعوامل كتيرة جدا، منها طبيعة التربة، منها طبعا فوحان، اشياء كتيرة جدا عشان كده بيفضلوه. طيب مقدمة العطر فايه كمان فيها؟ الروز. هنا الروز اللي هو الورد، الورد الروز، الورد البلغاري، طبعا وردة بطبيعتها باردة مهمة جدا. يبقى الله ان العطر في مقدمة العطر الياسمين واليالنج يالنج والروز او الورد البلغاري مهم جدا برضو استخدامه في وسط العطر او على حسب المصمم بتاع العطر، بس هنا احنا بنتكلم على نوتة عطرية مميزة. طبعا خشب الارز والعنبر هنا في وسط العطر، وسط العطر خشب الأرز والعنبر مهم جدا برضو وجودهم في وسط العطر. القاعدة العطرية أساسي هنلاقي المسك، المسك مع الفانيلا مع حبوب التونكا مع البودرة. طبعا حبوب التونكا والبودرة، حبوب التونكا إبراهيم القرشي بيستخدمها بشكل كبير جدا في تصميم العطر بتاعه وفي الزيوت العطرية بتاعته، فده برضو شيء مهم جدا يعني. لكن كمان المسك، وجود المسك موجود هنا في القاعدة العطرية ده شيء مهم جدا، بيدينا بيعمل عملية عدم تبخر للزيوت العطرية، فده برضو شيء مهم جدا وجود المسك في زيوت العطر. العطر قد يكون فعلا مميز، العطر مكونات العطرية الزيوت العطرية بتاعته مهمة جدا، طبعا استخدامه في المقام الأول موجه ممكن يكون للنساء، اقرب للنساء يعني اقرب من الرجال. في كمان رجاله بتحب ان هي تستخدم الزيوت العطريه الهاديه، طبعا فتره الصيف، فتره طبعا في المساء برضو مهم جدا استخدام الزيوت العطريه فيها. ننصح بالعطر طبعا
وهنسيب لك رابط بإذن الله أسفل الفيديو لو حبيت تحصل عليه. شكرا، أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.